وإن كان يعني ماذا تريدون السيطرة، إما أن نكون أذنابا لك يا محمد بن هادي، ما أنت بأهل، والله ما أنت بأهل أن تعظم كما يعني بعض الذي يعني يفعله العدنيون، محمد بن هادي محمد بن هادي، نحن نعرفك ونعرف عبيد الجابري ونعرف البخاري، هؤلاء بغى بيننا وبينكم الله عز وجل، وبيننا وبينكم الحجج والعلم والحقائق العلمية، أنتم أو من يريد أن يعني ماذا أن يبغي علينا؟ إيش عندكم؟ إيش عندكم؟ الحين يقولون سفيه سفيه، كأني أتابع البغايا في الشوارع ودرس آلاف الناس ولله الحمد، التوحيد كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون سفيه. أنتم السفهاء، أنتم الكذبة الفجرة، أنتم البغاة، أنتم الظلمة، أنتم المفرقون للدعوة. أسأل الله أن من سعى بفتنة هؤلاء العدنيين وتثويرهم أن يقسم الله ظهره، أنتم أو غيركم، وسيصلكم دعاء الصالحين يا فجرة. إيش منتكم علينا؟ فسئلت عنه وقلت هو سفيه، وماذا تذهبون إلى دماج تتعلمون عنده السفة، وهو كالشيخ فالح أو أشد. ثلاث كلمات قلتها أنا، والأدلة قائمة عليها، يسب علماء السنة رؤوس الدعوة السلفية في مجلسه بالقصائد وهو يثني على هؤلاء السبابين. فنحن نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونسأل الله جل وعلا السلام والعافية. معهد دماج فتح لتعليم السنة لا لسب علماء السنة ومشايخ السنة وشتمهم والوقيعة فيهم، والآن تحول إلى هذا. القصائد تلقى في سب مشايخ السنة أعلام السنة، ماذا يقال في هذا؟ إذا كان هذا ما هو سفة فلا أدري ما هو السفة. فنحن نسأل الله العافية والسلام.